المحل مكركب على الاخر. الحاجه دي لازم تتلم وتتنظم وكلها ترجع في مكانها، على الاقل لما تعوزها تلاقيها. يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب اخلص من زبونه الاقي التاني. اساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجه اللي ملهاش لازمه ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده ايه مكركب هو راخ؟ عن اذنك. ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون جو حر بدخل المروحة.